يتوقع خبراء وهيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس حارة طب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية في القاهرة العظمى فيها 34، الصغرى 24، الإسكندرية 34-23، مطروح 38-24، بورسعيد 30-22، والإسماعيلية 34-24. ننتقل إلى سويسرا 34-24، العريش 31-22، طابة 32-27، شرم الشيخ 36-28، والغردقة 36-27. ثم في الأقصر 37-27، أسوان 38-28، الوادي الجديد 37-28، حلايب 33-28، وأخيرا شلاتين 36-27. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.